احنا كنا يمكن شفنا صورة للجماهير قبل قليل ووجودهم من بدري في ظل طبعا درجة حرارة عالية في طبعا في القاهرة وفي اسكندرية في برج العرب إلى حد ما قليلة شوية، لكن طبعا لما يبتدوا يروحوا من بدري من الساعة 1 ولا 2 تبقى الأمور صعبة عليهم. هنروح نشوف تقرير مع جماهير النادي الأهلي ورأيهم في مباراة النهاردة، نرجع نكمل كلامنا الفني عن هذه المباراة. توقعك وشايف المباراة ازاي؟ أنا شايف والله الماتش هيبقى على حسب برضه وجهة نظر حسام بدري، أنت تعرف ساعات يعني التشكيلة ممكن فيها جاب السيرد باك بتاعنا اللي هو محمد نجيب ده هيأثر، بقول لك يلعب أحمد فتحي محمد هاني ده هيأثر شوية ورا. والله أنا شايف الفيصلي فرقة سهلة شوية يعني مش تقيلة ولا حاجة، الماتش الأول كان عندنا بالصف الثاني، شايف فوز الأهلي إن شاء الله كبيرة النهاردة والبطولة للأهلي إن شاء الله. برحب بحضرتك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي، و شايف ان حضرتك جايب الاسره بالكامل النهارده لتشجيع النادي الاهلي وتتفرج على المباراه وتتابع المباراه من المدرجات. طبعا ده ماتش كبير وماتش يعتبر نهائي مبكر، وبعدين الاهلي ان شاء الله النهارده هيفوز باذن الله وفرصه ان الناس تيجي في المدرجات، ومن زمان محرومين من حاجه زي كده. جماهير النادي الاهلي دايما ليها مفعول السحر مع النادي الاهلي على مدار البطولات. النادي الاهلي بيستعيد جماهيره الفتره الاخيره وواضح تاثيرها فعلا في المدرجات. طبعا زي ما بيقولوا الجمهور رقم اللي هو اللاعب رقم واحد سواء في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب بروح والجماهير هي اللي بتدي الروح دي للعيبه. يعني بدون جماهير انا يعني انا كلاعب كعادي كلاعب مش لاعب محترف او لاعب في نادي معين، طول ما بلعب مثلا ولا حد بيشجعني غالبا انا هدي كل اللي عندي. هو لعيب برده كده، طول ما في جمهور في المدرجات هتلاقي اللاعب يدي كل حاجه عنده، فهو اللاعب محتاج ده، محتاج الجمهور، محتاج يكون حد في ظهره. مين اللاعب اللي يصنع الفارق مع النادي الاهلي النهارده في المباراه؟ اعتقد وليد ازارو ووليد سليمان الوالدين. بشكر حضرتك تحت امرك. برحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، يوم مميز ان شاء الله يكلل بالانتصار والصعود للمباراه النهائيه. وحشنا جمهور النادي الاهلي في المدرجات. وحشنا والله الملعب والاستاد وكل حاجه. 4-0 ان شاء الله. ايه حكايه 4 النهارده؟ يعني معظم جماهير النادي الاهلي النهارده مصممه على رقم 4، هل مباراه دور المجموعات ما بين الاهلي والفيصلي ليها تاثير ومديها حافز اكتر عند جماهير النادي الاهلي ان هو يرد الهزيمه؟ اكيد طبعا، واثق ان فضل نستحق ان احنا نفوز اكتر من كده، بس كان حظ ومفيش توفيق، وهم هجمه واحده على الجون وغلط دفاعي مش اكتر. يعني رايك في الفتره الاخيره حاله من الفوقان بالنسبه للعناصر اللي كانت ما كانتش بتشارك بصفه مستمره زي صالح جمعه، احمد حمودي، عمرو بركات، الصفقه القويه وليد ازارو اللي انسجم سريعا مع الفريق، شايف تالق النجوم ده يدل عليه؟ نزل كان محتاجه فرصه، كان مستنيين فرصه، اول ما يلاقوا فرصه انطلقوا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن بالنسبه لهم. يعني مين يجيب اهداف النهارده؟ ازارو وصالح جمعه. عايز توجه رساله للعيبه النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ هو ده 4، ركزوا في الماتش ده، مش ماتش ودي، احنا الاهلي ما بندورش على ماتش ودي، احنا من اي ماتش ندخله لازم نفوز، بطوله وديه بطوله مش وديه لازم نفوز، ده الاهلي. بشكر حضرتك. خليني اسالك واقول لك، جماهير النادي الاهلي زي ما بنتكلم سواء مباراه وديه مباراه رسميه، جماهير النادي الاهلي يقول لك لا انا عايز اكسب. شفنا الصوره دي في الماتش الاخير امام النصر حسين ضاي والهدف اللي جابه عمرو بركات والروح اللي شفناها عند اللعيبه عند الجماهير. النادي الاهلي والجمهور بتاعه متعود على كده، المكسب بالنسبه لنا حاجه عاديه. ممكن لفرق ثانيه المكسب بالنسبه لهم مش مشكله. توقعك للمباراه النهارده؟ ان شاء الله 3-0. عايز اسالك بقى، انت جاي من محافظه ايه؟ انا هنا من اسكندريه العجمي. شايف ان معظم الجماهير جماهير اسكندريه؟ لا لا، في ناس جايه من بره كتير، في ناس جايه من بره. الاهلي بيجي جمهوره من اي حته، من اي حته، من تحت الارض بيطلع جمهور. الله يخليك ان شاء الله. عايز اسالكم النهارده مباراه هامه، دور قبل النهائي امام الفيصلي الاردني. الفرقتين كانوا التقوا في دوري المجموعات، فريق الفيصلي كان فاز، النادي الاهلي كان بيغيب عنده العناصر مميزه، عناصر هامه، وكان بيغيب المدير الفني، عاد الكابتن حسام البدري، عادت الروح من جديد للاعبي النادي الاهلي. شايف المباراه النهارده ازاي؟ مبدئيا بس هي الروح بديت مش بحسام البدري ولا باحمد ايوب ولا باللعيبه ولا باي حد، هي الروح بالفينيلا دي وبالشعار ده، تمام؟ مفيش اي ولا مدير فني، مش هتفرق لو جبت مين في، لو عم حارس مسك الاهلي هياخد بطولات، دي حاجه معروفه، مش بحسام البدري. مبدئيا بس هو النهارده بطوله وديه، مش فارقه معانا نكسبها ولا نخسرها، بس هو معروف الاهلي دخل بطوله لازم ياخدها، دي حاجه قانون لازم معروف في قانون الاهلاوي. والفيصلي بس هم شموا نفسهم، بس فكروا ان هم كسبونا، فكروا ان هم كسبونا ان هو مثلا كعبهم عالي ولا حاجه، لا هو ده بجون غلطه، مش هتعوض النهارده، هنكسب بسكون ان شاء الله ونوريهم مين الاهلي. عايز اشوف اللقطه الاخيره بتاعت لقطه ماتش حسين ضاي، كره عمرو بركات، كواحد من جمهور النادي الاهلي تمثلك ايه؟ انا شفت كعب عماد متعب.
بسكت.